ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. ومن العمل الصالح أن تحرص على الصيام. صم اللي تستطيعه من الأيام التسعة الأولى. طبعا صيام يوم العيد محرم، مبجوز إجماعا، مبجوز تصوم يوم العيد، لكن تصوم من يوم واحد لحد يوم تسعة ذي الحجة، وفيها صيام يوم عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحتسب عند الله أن يكفر سنة ماضية وسنة آتية. سنتين ربنا يكفر لك ذنوب كلها بصيام يوم واحد، صيام يوم واحد بس. ما تعمل لي فيها مشغول، زول يقول لك اليوم ده يوم السوق ذاته، وده نحن ما بنقدر، وخشينا السوق وتعب شديد، يوم السوق ولا يوم غيره، لو تخلي السوق صم وما في شيء بيمنعك، خليك في سوقك ده ذاته كويس وصم، ما في إشكال. أحرص على صيام هذه الأيام، وكذلك قم من الليل ما تستطيع. هل بتقدروا يا أخواننا قيام الليل يكتب للإنسان بركعتين، يعني ما صعبة، ركعتين قمت بالليل يكتب لك قيام ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل قام من الليل ثم أيقظ امرأته فإن لم تقم قال نضح عليها الماء، يشيل موية صحية صحية بالموية، قال فقاما فصليا ركعتين إلا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الأيام دي يا أخوانا العمل المفضول يصير أفضل من العمل الفاضل في غيرها، فاحرص أن تصلي من الليل ولو شيئا قليلا. قال تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين. ربنا سبحانه وتعالى يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ينزل المولى جل وعلا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، انتبه، ينزل نزولا يليق بجلاله، لا نقول ينزل ككذا أو ككذا أو كنزول فلان أو فلان من المخلوقين، أبدا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن ينزل إلى سماء الدنيا فينادي العباد: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ المولى بناديك وانت نايم، ولو كان الليلة في وزير ولا إنسان مسؤول بيقدم للناس هدايا ولا بيوزع لهم أراضي وقال للناس يجوا قبل صلاة الفجر في وقت السحر، يجوا قبل صلاة الفجر بتلقى الناس ذي واقفين صف بيحرمون جوه كلهم، ما بتفرط في هذه أرض هنا، فما بالك بدعوة واحدة تكسب منها خيري الدنيا والآخرة، دعوة واحدة تكسب منها الجنة عرضها السماوات والأرض، دي دار لا وقفة بالليل دعاء في ركعتين تسأل المولى، بقول لك بناديك بقول لك هل من داع فأستجيب له، وانت نايم ما شغال بالموضوع ده. وأسوأ من ذلك من يقوم في هذا الوقت المبارك ويدعو غير الله عز وجل، زي ما قال في التلت ناديهم، يعني تنادي غير الله، قوم وصيح بيهم وابقى منهم وليهم وخلي الحمال عليهم. يا زول يا أخي ده وقت المولى عز وجل يتقرب فيه للعباد ليدعوه، تدعو فيه غير الله جل وعلا، هذا من أعظم الإثم. لذلك عباد الله احرصوا هذه الأيام على العمل الصالح، والعمل الصالح ما كان خالصا صوابا، خالصا لله، ما رياء
ولا سمعة، ولا شفت الناس صايمين بالصوم والناس صايمين يوم عرفة انت صايم بتصدق وبتصدق؟ لا، مش الناس بيضحوا انت بتضحي بس عشان ترضي اولادك، عشان اولادك ما يزعلوا، عشان تظهر قدام الناس ما شاء الله فلان جاب خروف شكله كيف. لا 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 لا، العمل الصالح ما كان خالصا لله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ربنا دار التقوى ودار الإخلاص، يكون خالصا صوابا أي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تعمل من العمل إلا ما كان مختوما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعينوا بالله واعملوا صالحا في هذه الأيام. نسأل الله جل وعلا يوفقنا لخير الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم لا تفرغ جمعنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وقوم إلى الصلاة يرحمكم.